بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده فيديو نتكلم فيه عن مشكلة الطاقة الشمسية في الأراضي الصحراوية. ده اللي كنا بنتناقش فيه مع أصدقائنا اللي يعني بيروضوا للطاقة الشمسية ونظامها في غاية بالذات في الأراضي الصحراوية. طبعا دي مزرعة زيتون، يعني زيتون بتحمل ملوحة، بتحمل غاية عطش، تحمل حرارة عالية، تحمل برودة. صحابها كانوا بيعانوا طبعا من موضوع الديزل، وفي ناس اقنعوهم ان يركبوا محطة طاقة شمسية زي ما احنا شايفين. هما مركبين محطة 10 حصان، ترمبة 2 بوصة عشان يروحوا 10 فدادين. احنا دلوقتي الساعة 8 صباحا، كلم 27/6/2020، لحد دلوقتي المحطة ما اشتغلتش، مش عارفين يروا عشان الشمس لسه زي ما احنا شايفين ما صارتش ذروتها. كل ما الشمس تطلع اشتغل بقه وترجع تاني. طبعا ذروة الشمس هنا بتبقى حوالي 9 لحد 3 أو 4 في الوقت الحالي. الوقت ده طبعا لا يصلح لغاية، ممكن تنفع 9 10 بكتير. زي ما احنا شايفين المحطة ايه، وادي شجرة. للأسف الشجر بدأ يعاني، ما بيجي نوات حر فبيضطروا يروا في نفس الوقت الحر. لما رجعوا للشركة اقترحوا عليهم انه يعني يفحطوا حوض مشمع ويخزنوا فيه مية ويروا فيه بالليل او اخر النهار. طبعا يعني نقول يعني الفدان هنا تمنه حوالي 200,000 جنيه، لما يتعمل نص فدان في حوض بقيمه 100,000 جنيه هيخسر من قيمه الارض، والحوض هيكلف له مش اقل من 50,000 جنيه، وهيجيب له طرمبه حتى لو كيلو سكر عادي ب10,000 جنيه، ومشغلك طاقه تاني وجاز وزيوت، يعني برضه ما عملش حاجة. هي دي وجهة نظري في موضوع الطاقة الشمسية بالذات، وخصوصا ان الشجرة ده كمان بتحمل الحر والعطش الملوحة. فتخيلوا ان لو المزرعة دي مثلا فيها موز او خضار، يعني لو اي حد عنده طاقة شمسية ومزرعة فيها خضار، ودي 10 فدادين، يعني ممكن كل يوم يتفتحوا مثلا في حوالي 5 ساعات، يعني في الصيف يبقى كويس جدا بالنسبة له. فتخيل مثلا لو مزرعة زي كده مثلا في 100 فدان وفيها طاقة شمسية، ايه اللي كان هيحصل؟ كان مستحيل جدا يروا في التوقيت دوت بالتوقيتات دي كلها. يا اما يجيب بطاريات، وموضوع البطاريات طبعا دخلنا في تكلفة عالية جدا 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 طبعا جدا. زي ما احنا شايفين شجرة متحمل، بس الطرح بتاعه طبعا مع الحر اللي بيحصل دلوقتي والنواة اللي بتيجي الصهر، عنده مشكلة جامدة جدا ان هو بيضطر يروي في وسط الحر، في وسط درجات الحرارة المرتفعة، وده في منتهى الخطورة. يعني لما يخش على شهر 7 و8 الشجرة ده هيبتدي يجيله صدمة. فدي وجهة نظري بالذات في الطاقة الشمسية. زي ما احنا شايفين الشمس عاملة ازاي، كام الساعة 8، ذروتها هنا بتبتدي من 9 والطاقة مفتوحة وشغالة اوتوماتيك، بس للأسف مفيش مية لسه شغالة. كل ما الشمس تبتدي تشد تبتدي تشتغل لوحديها. ف يعني لازم كل حل موضوع الطاقة الشمسية اللي هيستخدم بالمنظر دوت، وخصوصا أصدقائنا في المغرى. النهارده عنده بير بيتكلف عن 230 فدان، هيجوه ازاي 230 فدان؟ لو زرع شجر لو قسمهم على يومين، يعني كل يوم عايز يجوه 115 فدان في اليوم على الاقل في عز الحر. وفي الشتاء بتبقى مشكلة اكتر طبعا، ان الشمس بتقل درجة سطوحها ودرجة شدتها بتقل، فتبقى مشكلة. يقولك اعمل حوض، يا اما اعمل خزان عالي، حاجات مش فنية.
حاجات مش فنية. عامل خزان عالي عشان اروي ازاي 100 فدان، هعمل له خزانة يتكلف خرسانات ارتفاع قد ايه، ارتفاع 10 متر كارتفاع منسوب المية عشان يديني واحد بار تحت. يعني لازم اعمل خزانة ارتفاع 10 متر عشان يديني واحد بار تحت، وهيديني مسافة قد ايه. طبعا الحلول مش عملية لحد الان. انا بعتبر ان الطاقة الشمسية يعني مستنزفة للمال. هي بتوفر سولار وبتوفر جاز وزيت بس برضو الخلايا ديت عمرها 25 سنة، ده مفترض يعني. انفرتر بالكتير 5 سنين بخلاف الكابلات زي ما احنا عارفين يعني. الله اعلم، يا ريت بس يعني اللي عنده تفسير الطاقة الشمسية. يعني في ناس بتقولي الطاقة الشمسية 100 100، انا معترض ومختلف معاهم اختلاف كلي. ربنا يكرم الناس كلها يا رب، ويسعد الناس كلها يا رب، ويا رب اكون انا غلط وهم صح. اتمنى يكون الفيديو ده يعني استفدت منه موضوع الطاقة الشمسية بوجهة نظري الشخصية الصغيرة خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.